احب اشكر اول شيء العتبه العباسيه على تنظيم هذه المهرجان او الحفله هذا الحفل الكبير. حقيقة يعني كنا منبهرين اولا بهذه الخدمة وبهذا الاداء صراحة اللي قدمته العتبة العباسية المقدسة لحفل التخرج المركزي. وصراحة هو شعورنا مهيب وجميل ويعني فد شيء ثاني بعيد عن كل البعد عن التخرجات حفلات التخرج و يعني هذا النظام اللي معتادين عليه بقيه انظمه حفلات التخرج. انا من اصلا من دخلت الضريح قبل بكيت يعني شو يعني انا اصلا بقلبي انه صاحب الزمان دائما ويانا واصلا صاحب الزمان ما يترك اي واحد وياه وانت اصلا بهذا المكان بضريح اجدادهم فهو دائما ويانا والحمد لله انا حسيت انه هو موجود ويانا. الجد والجهاد والكفاح بحبنا لطلعة الصباح نصيبنا النجاح نصيبنا النجاح. والله بصراحة يعني العتبة العباسية من الجهات السباقة لإقامة مثل هكذا إيفنتات أو كرنفالات طلابية. حقيقة احنا ما شهدنا بمسيرتنا الجامعية يعني كرنفال طلابي مثل هذا بهذا الحجم وبهذا الترتيب وبهذا الاستعدادات أيضا. فأكيد نشكر العتبة العباسية المقدسة بإدارتها وبكوادرها. أول ما دخلنا للعتبة العباسية الشريفة نحس بأنفاس الإمام العباس عليه السلام، هذا الذي رعى أيتام واقعة الطف، نحس به أن يرعى جميع طلاب العراق عامة وطلاب الشريعة خاصة، لأن هذا الشخص العظيم الذي رعى وسقى عطاشا كربلاء لا يبخل علينا بأن يرعانا وينير دربنا بالعلم والعمل إن شاء الله. سبحان الله احنا محظوظين بهذا الحفل وبهذا المكان المقدس وبهذه المباركة الجميلة، يعني فد شعور لا يوصف. الحمد لله والشكر، يعني فد جهود جبارة جدا يعني من العتبة العباسية. سرنا وتاريخ لنا يخطه الزمن حيث العراق لا فراق للسنا وطن والأنبياء والأولياء. نشكر العتبة العباسية المقدسة على احتوائها هذا الصرح العالمي العراقي الكبير، احتواء هذه المجموعة الكبيرة من الطلبة من خريجين الجامعات العراقية. طبعا أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الوطن، أولا تجاه المجتمع العراقي، كوني كممرض جامعي في كلية التمريض في جامعة الكوفة صراحة أشعر بمسؤولية كبيرة، وإن شاء الله نقوم بواجبنا الوطني أولا بأتم الجاهزية والاستعداد. والله هي مسؤولية كبيرة نحملها على عاتقنا، لكن إن شاء الله نقود كد هذه المسؤولية ولقينا القسم أمام أبي فضل العباس، وإن شاء الله نكون قد قد هذه المسؤولية. حقيقة جهود مباركة تبذلها العتبة العباسية تخرج جميع محافظات العراق، حقيقة أنه عراق مصغر. استقبال حيل حلو من قبل العتبة العباسية، طبعا نشكرهم جزيل الشكر وما خلوا قصرة، ويعني احنا فرحانين بهاي الأجواء مثل ما تشوفون، وأبد ما خلوا من ناحية الخدمات، كانت الخدمات حيل زينة، نشكرهم حيل على هذا الشيء اللي قدموه لنا. سرنا وللآباء في مسيرنا هدى كي ما نكون أنجما تدور في المدى. حقيقة الشعور لا يوصف عند أداء القسم في عند قبة أبو الفضل العباس عليه السلام. أول مرة احنا نزور هذا المكان المقدس الطاهرة، مكان يعني هيك طمأنينة بيها وفرحة ما تنوصف. الحمد لله تعب 4 سنين ما راح، وجمعنا بأخوتنا من الجنوب ومن الشمال من الوسط، طبعا فرحة عظيمة ما تنوصف. نشكر العتبة العباسية ونشكر كذلك ممثل المرجعية السيد أحمد الصاف على هذه الجهود المبذولة، ونشكر جميع الساعين وجميع كادر العتبة. صراحة استقبال كان استقبال مهيب، ضم مجموعة من الطلبة من محافظات العراق من أقصى نينوى إلى البصرة، وهذه جهود مشكورة إن شاء الله. وللتفاني قصة عنوانها أصيل قد صاغها و
وخطها بكفه الكفيل وهكذا سرى بنا العميل.